شارع العنب مش بعيد عنها، والطريق واصل لأسوان اهو يمكن كمان شهر ولا حاجة يا دكتور مصطفى، ويبقى النهاردة الطريق من هنا لغاية توشكا تم رفع كفاءته وتطويره، ما يبقاش عليه عرض 24 متر، ما فيش عليه أي مشكلة. طب في شغل هناك؟ أيوه. وجب علينا دلوقتي كشباب الصعيد مش بس أهلنا هنا في النوبة، أنا بتكلم في كام ألف فدان، أنا بتكلم في نص مليون فدان، عايزة رجالة. الرجالة تقعد هنا ولا تقعد هناك؟ طب هناك هياخدوا ايه؟ هناك هيقعد يعيش وياكل ويشرب، وعلى الاقل هياخد 3000 جنيه في الشهر. هياخد كام؟ الشغل موجود على طول، الزراعه موجوده على طول. احنا مش لاقيين حد يشتغل في توشكا وفي شارع العينات. ولسه كنت بتكلم مع هنا ان احنا محتاجين ان انتم الجامعه والمدارس تروح تشوف. لا تشوف. تروح تشوف الحاجه اللي موجوده. ففي شغل موجود هناك اه. ووجب علينا كشباب بقى انا بتكلم ان هم ما يفكروش دايما في ان هم يبقوا دايما جنب الايه؟ جنب البيت. جنب البيت. الدنيا كلها بتتحرك عشان تشتغل في كل حاجه. الارض موجوده والزرع موجود والميه موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل دعواتكم، والشغل موجود.